للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء صناع الخير. أهلا بحضرتك معنا أستاذ مصطفى. يعني في البداية، صناع الخير في مصر اتفقوا على مبادرة كتف في كتف. أهمية هذه المبادرة وما تقدمه خلال شهر رمضان المقبل بإذن الله. هي مبادرة كتف في كتف تم إطلاقها من خلال الاتحاد الوطني للعمل الأهلي التنموي بمشاركة أكثر 30 منظمة وجمعية خيرية كبرى في مصر لتدشين المبادرة الأهم والأكبر في يمكن في التاريخ المصري. على مدار يمكن عقود كثيرة لم يتم تجميع كل هذه الجهود في قواعد بيانات موحدة في تنقية واختيار الأسر الأكثر استحقاقا لأكثر من 4 مليون كرتونة أو سلة غذائية تم تجميعها وتعبئتها من خلال جهود الشباب المتطوعين أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي، أكثر من 100,000 من الشباب المتطوعين من الجامعات المصرية ومن أعضاء التحالف الوطني. سيتم تدشين هذه المبادرة يوم 17 مارس القادم تحت رعاية وحضور السيد رئيس الجمهورية. ويمكن التعزيز هذه الجهود ودعم جهود المجتمع المدني أصبح واضح في الفترة الأخيرة بتشجيع وشكر مستمر من السيد الرئيس لكل الجهود الوطنية المخلصة من أعضاء التحالف الوطني. نستهدف إن شاء الله من 4 مليون كرتونة غذائية دعم الأسر الأكثر احتياجا، وهيستفيد منها أكثر من 4 مليون أسرة متوسط عدد 20 مليون مستفيد من أهالينا في كل المحافظات حتى المحافظات الحدودية. بنقوم بعمل دراسة دقيقة للاحتياجات الغذائية في بعض المناطق الجغرافية خلاف مناطق أخرى من الصعيد أو من وجه بحري. بنعمل على تعزيز الجهود وخلق فرص كثيرة للتطوع من خلال انضمام آلاف الشباب اللي يكونوا موجودين ومسجلين من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مشاركين كمؤسسات أهلية وجمعيات خيرية تنموية في هذا المشروع العملاق اللي بينطلق وسيستمر إن شاء الله في دعم أسر شهرية يمكن أكثر من مليون أسرة، سواء دعم نقدي مباشر أو دعم غذائي للأسر كبار السن وغير القادرين على العمل وذوي الاحتياجات الخاصة. لدينا برامج اجتماعية وتنموية واقتصادي، تمكين اقتصادي وخدمات طبية مستمرة بشكل شهري، ويمكن آخرهم القافلة اللي كانت موجودة النهاردة في جنوب سيناء، والأسبوع الماضي كانت قرية المعصرة في مركز ملاوي في محافظة المنيا، ومن قبلها محافظة سوهاج، ومستمرين في كافة محافظات الجمهورية سواء في محافظات بحري أو محافظات وجه إبلي، وإن شاء الله مستمرين أيضا بعد شهر رمضان الكريم في إطلاق العديد من المبادرات المجتمعية والمبادرات التمكين الاقتصادي، عشان يكون عندنا كمان في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة بعد الجهود العظيمة اللي بيقوم بها الجهاز التنفيذي للدولة في هذه المبادرة الكبرى، إن احنا نكون عندنا من خلال المجتمع المدني الأهلي والجمعيات القاعدية أكثر من 55,000 جمعية يتم رفع كفاءة وقدرات العاملين داخل هذه الجمعيات، يتم إتاحة فرص تمكين اقتصادي ومشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لكل أهالينا في القرى التي تم الانتهاء من المرحلة الأولى في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وبنبحث الآن القرى المرحلة الثانية إن شاء الله عشان نوفر حسب الاحتياجات وحسب الدراسات الميدانية المشاريع المناسبة لأهالينا الغير قادرين في هذه القرى. عظيم أستاذ مصطفى، لكن يعني أنت ذكرت منذ قليل حياة كريمة، هذه المؤسسة التي تعم محافظات مصر بالخير وبالتطوير وبالتحديث. إلى أي مدى أنتم تقومون بالتنسيق مع هذه المؤسسة؟ هل أنتم هذا التحالف وما يقوم به جزء من حياة كريمة التي هي يعني الكل، أنتم جزء من هذا الكل، أم أنتم تعملون بتقديم مساعدة وقيمة مضافة لحياة كريمة في المحافظات؟ الحقيقة هنا عندنا شقين مهمين جدا، عندنا المبادرة الرئاسية أو المبادرة القومية حياة كريمة، وهنا المبادرة بتعمل على 4500 قرية و30 ألف عزبة ونجوى وتابع، ولدينا من رحم هذه المبادرة القومية مؤسسة حياة كريمة، مؤسسة عظيمة بتضم مجموعة من خبرة شباب الأكاديمية الوطنية والبي ال بي والبرنامج الرئاسي، شباب يعني بيعملوا بجهود محترفه وباسلوب علمي
منظم، وهم ايضا احد اعضاء المؤسسين للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، وشركاء ل30 مؤسسه وجمعيه الاعضاء دلوقتي حاليا في التحالف الوطني للعمل الاهلي. والتحالف الوطني ظهر ليوحد هذه الجهود وينسق هذه الجهود لاكبر 30 مؤسسه اهليه وخيريه في مصر، من ضمنهم طبعا مؤسسه حياه كريمه ومؤسسه صناع الخير ومصر الخير وكثير من المؤسسات المحترمه، من ايضا المستشفيات الكبرى الخيريه زي دكتور مجدي يعقوب ومستشفى بهيه ومستشفى الناس، كثير من الجامعات الاهليه الكبرى اللي بتقدم خدمات طبيه وخدمات اجتماعيه وخدمات تمكين اقتصادي وخدمات تعليميه ايضا للمتفوقين والطلاب اللي بيحتاجوا دعم في العمليه التعليميه. وبالتالي بقى لدينا كثير من القطاعات والملفات اللي بنعمل عليها كلنا بجهود موحده، لدينا شراكه رئيسيه مع مؤسسه حياه كريمه في كافه الملفات والمشاريع اللي داخل المبادره الرئيسيه حياه كريمه، ان هم المعنيين بشكل مباشر بمتابعه ما يتم تنفيذه مع الاجهزه الحكوميه والاجهزه التنفيذيه داخل قرى المبادره الرئيسيه حياه كريمه، وكلنا بنعمل في اطار هذه المبادره الاكبر والاشمل، وهي المبادره الرئاسيه القوميه وهي مبادره حياه كريمه تطوير الريف المصري. نعم، جهود عظيمه كتف في كتف من صناع الخير في مصر. مصطفى زمزم رئيس مجلس امناء صناع الخير، اشكرك شكرا جزيلا على مداخلتك الكريمه معنا.